اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان هدف زيارته لميناء الاسكندريه هو عمل نقله نوعيه في الافراج الجمركي عن البضائع ومتابعه اعمال فحص الحاويات وخلال متابعته اجراءات الفحص الجمركي شدد مدبولي على ان الحكومه لديها خطه كامله لخروج جميع البضائع من كل الموانئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتا الى انه تم الالتزام بالمده الزمنيه المحدده لخروج البضائع خلال شهر ديسمبر، كما تم الالتزام بالاعلان عن حجم البضائع التي تخرج من الموانئ بشكل اسبوعي. احنا عايزين ناكد ان احنا كحكومه بالفعل خلاص في خطة كاملة لإخروج كل البضائع من كل الموانئ، ويمكن كنا أعلنا على قدام حضراتكم وقدام فخامة الرئيس إن في الفترة ما بين 1 ديسمبر لغاية 23 ديسمبر خرج 5 مليار دولار بضائع. أنا النهارده بقول لكم والتزمنا إن إحنا أسبوعياً هنعلن عن الأرقام اللي بتخرج. الأسبوع الأخير بعد ما كنا أعلنا عن الإفراج اللي هو إنتهى يوم 23 كنا خرجنا خمسة من يوم 24 حتى يوم الخميس او الجمعة اللي هو امبارح خرج بضائع مليار و236 مليون دولار اضافية يعني كده احنا بنتكلم في حوالي ستة مليار وربع خرجت كبضائع في شهر ديسمبر